السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انت عارفين ان في تكنولوجيا طالعة جديدة بتبدأ تغزو العالم وبتبدأ تنتشر وبدأت تبقى مطلوبة في السوق، اللي هي البيم، اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج، اللي هي ان انا اعمل نموذج للمبنى فيه كل التفاصيل اللي انا ممكن احتاجها في يوم من الايام. يعني انا هعمل زي ماكت او موديل للمبنى، بس مش هيبقى ثلاثي الابعاد وخلاص زي ما احنا كنا بنعمل زمان في الاوتوكاد، لا ده انا هضيف عليه بعد رابع اللي هو الزمن، هضيف عليه بعد خامس اللي هو التكلفة، هضيف عليه بعد سادس اللي هو تقدر نقدر نقول اللي هو الليد، البعد السابع اللي هو ايه تشغيل ما بعد التسليم، يعني سلامة المبنى والراجل عنده كل المعلومات عن كل حاجة في المبنى، بحيث في أي وقت هو قاعد أي تكييف يبوظ في الأوضة مش لازم اللي هو موجود في الأوضة يتصل بيك، لا أنت على طول تعرف إن التكييف ده بايظ فهتبعت حد يصلحه. تمام، هنبدأ نشوف الحاجات دي مع بعض النهاردة إن شاء الله. بنهتم ببرنامج اسمه نفس ووركس، نفس ووركس يعني زي ما باين من اسمه قوي اللي هو ايه اعمال نفسنا، انت لما تبقى عارف البرنامج دوت اصحابك كلهم هينفسنوا عليك. تمام، فربنا يستر علينا وعليك. تمام، برنامج نفس ووركس بيعمل بيضيف البعد الرابع اللي هو بعد الزمن. انا دلوقتي عندي مبنى ثلاثي الابعاد عملته باي برنامج، بما مش خاص ببرنامج واحد او بشركه معينه، ممكن اعمله انا ببرنامج الريفت، واحد تاني يعمله بالارشكاد، واحد تاني يعمله باي برنامج تاني مثلا ماجيك كاد او اي برنامج تاني تكلا مثلا بيعمل الاستراكشر، اي برنامج هتعمله المهم يبقى عندي نموذج ثلاثي الابعاد لو دوست على اي عنصر فيه اعرف المعلومات كامله. تمام، المعلومات العاديه في الانظمه بتاعه الاوتوكاد هيجيب لي طول وعرض وارتفاع، في البيم لا هيقول لي العنصر ده نوعه ايه، حيطه مثلا، ايه الخامات اللي موجوده جواه، طب هيستحمل مثلا قد ايه، هل هو فاير ريتد ولا لا، كل التفاصيل اللي انت محتاجها اثناء الموقع تلاقيها. ممكن يكون عندي ساق تكييف، اساس ان الكورس ده مش لمعماري بس، لا ده ممكن معماري واستراكشر وكهروميكانيكال كله يدخل في البرنامج، فيبقى انا عندي مثلا ايه ضغط، اول ما اقف عليه اعرف كميه الهواء اللي ماشيه فيه، وهي اللي هي سبلاي ولا ريتيرن، وهي رايحه انهي ناحيه، وكميه اللوسز قد ايه، كل المعلومات ديت اعرفها بمجرد ان انا ادوس على الضغط. تمام، سهل التعديل. تمام، يعني ايه في البيم اي حاجه بعدل فيها بتعدل في البلان، تتعدل في السكشن، تتعدل في السكادول، تتعدل في كل حاجه، والتعديل سهل جدا. تمام، ما بضطرش بقى اجيب اتنين صناعيه واجيب سلم ونطلع على السلم ونبدا نفك ونربط الحاجات ديت، الحاجات دي كانت ايه في الاوتوكاد كنا عشان نغير حاجه بتقعد فتره طويله وممكن تنسى هنا وتعدل هنا والحاجات دي، لا هي كله بيتغير مع بعض في منظومه كده تحس ايه لا سحر ولا شعوذه. تمام، طيب ده برنامج ايه النفس ووركس. طب بيعمل حاجه تانية، احنا قلنا بيضيف البعد الرابع للزمن، بيعمل حاجات كتير هنبدا نشوفها مع بعض. زي ايه؟ زي ممكن نعمل لي كوردينيشن، ممكن يكون انا عندي عنصرين او مبنيين، مبنى معمول معماري ومبنى معمول انشائي في ملف تاني، فانا عايز اشوف ايه الحاجات الخابطه مع بعض، او ايه الحاجات اللي فيها مشاكل، او كهروميكانيكال ايه الحاجات الخابطه في الانشائي، والحاجات دي انا اقدر اعملها في الريفت. واحد يقول لي كده الحاجات دي انا ممكن اقدر اعملها في الريفت، ان انا اشوف الحاجات خابطه في ايه، اقول له لا هنا بيبقى عندي امكانيه اكتر. ازاي؟ انا هنا اقدر اقول له حتى لو الحاجات مش خابطه في بعض عامله كلاش جامد، مجرد ان هم قربوا من بعض مثلا 5 سم، اعتبر لي ده غلط. يعني مثلا انا مش عايز اي كيبل تري يكون قريب من المواسير، المسافه بينهم مثلا قلت عن 5 سم اديني تحذير اللي هو كلاش ديتكتيف. تمام، بديله المبنى واقول له لا ده انا مش عايز هارد، انا عايز سوفت، مجرد ان هم قربوا من بعض اديني تحذير. تمام، وفي حاجه تانية برضو النفس وركس ممكن يعملها لي، ممكن ان انا اعمل زي كاميرا بتلف حول المبنى وابدا اشوف المبنى كان في كاميرا لف عليه شغل برزنتيشن في وقت قصير جدا، يعني في ثواني يقدر يعمل لي اللقطه دي ويبعتها لي ويعمل لها ريندر بشكل كويس جدا. عندي امكانيات حلوه في الريندر، وعندي حاجات حلوه في الاوتبوت، يعني ممكن اصدرها ايمج، ممكن اصدرها انيميشن. تمام، ممكن برضو يعمل لي حصر. الله، والحصر ده مش موجود برضو في الريفت وفي الارشكاد، وفي هنا بيضيف لي حاجه كمان. بمعنى ايه؟ هناك كنت بقول مثلا احصر لي فيقول لي عدد العناصر الموجوده كذا، وممكن اضربها في متغير الفلوس، بس هنا بيديني امكانيه اكتر ان انا ممكن اقول له ايه انا عايز العنصر دوت، عدد الساعات اللي الناس شغلتها، كلفنا قد ايه،
لو في مقاول من الباطن هياخد مني النسبة قد ايه وهتحسب ازاي والحاجات دي، فبديله ادق ادق التفاصيل، فبيديني الحساب مظبوط. يعني انا عند الباب مثلا مش مجرد تمن الشراء بتاعه، تمن التركيب بتاعه وتمن المسامير وتمن الصناعية اللي اشتغلت، ولو في مقاول من الباطن هياخد مني قد ايه، ولو في مثلا كالون، ولو في واحد مثلا سرق مسامير، كل الحاجات دي بيبدأ يحسبها لي. كان في برنامج بيحسبه اسمه كوانتيك اوف، بس اخر اصدار صدر من كوانتيك اوف كان 2013، وبدأوا يدمجوا كوانتيك اوف في قلب النفس وركس. لو النفس وركس ده هو اللي بيتلم فيه الشغل اللي جاي من المعماري والانشائي والاستراكشر و والحاجات دي كلها، فبدأوا يدمجوه في النفس وركس مانجر. بقى عندي ايه؟ بقى عندي في 2014 خلوه يحصر الحاجات ال 3 دي، في 2015 بدأ يحصر الحاجات ال 3 دي وال 4 دي. تمام، ان شاء الله مع بعض هنبدأ نتعلم البيم كل شوية، او كل ما جهاز يهنج هنقول كده معلومة في البيم. تمام، وفي كتاب برضو موجود ان شاء الله هنزله برضو على منطقة الدارين وعلى مواسم البيم، في كتاب بيشرح نفس وركس، وفي فيديوهات برضو للشرح. تمام، زي ما انت شايف عندي انا كذا اصدار من النفس وركس. عندي مثلا اصدار اسمه نفس وركس مانجر، ده اللي فيه كل حاجه بس بيبقى اغلى شويه. تمام، ده بلاقي فيه بروجكت فيوينج، ممكن ابدا اشوف المشروع، بروجكت ريفيو، سيموليشن اند انالايز، ممكن اعمل سيموليشن للمبنى، محاكاه للمبنى، كوردينيشن. تمام، في نفس وركس سيميليت، ده في كل حاجه ما عدا الكوردينيشن، وده ارخص. الفريدم ده مجرد بس ان انا بفتح المشروع واشوفه، وده ببلاش، ممكن تحمله وتشتغل عليه ببلاش. تمام، فالكتاب موجود اهوت لو حد عايز يحمله ويبدا يشتغل عليه، مفيش اي مشكله خالص. ولو انت ما اشتغلتش ريفت، في برضه كتاب للريفت، في كورس احنا عملناه في الريفت، كان في كورس معماري وكورس انشائي وكورس كهروميكانيكال، هتلاقيهم كلهم على ملتقى الضرير. وفي ده كتاب واي تو بيم، ده كتاب بيشرح البيم ايه هو وفكرته ازاي وايه الخطوات عشان تبدا تحط البيم دوت في الواقع بتاعك، ان انت تشتغل بيه والشركه اللي انت شغال فيها تبدا تشتغل بيه. تمام، فهو ان شاء الله هنبدا مع بعض نشوف الفكره عشان الناس ما تملش، وكل شويه نبدا ندخل في البيم واحده واحده. تمام، انا دلوقتي عايز ادخل النموذج بتاعي من هنا او اوديه جوه برنامج النفس وركس. طيب انا عندي المشروع اللي كنت عامله على برنامج الريفت مثلا، ممكن تكون تعمله على اي برنامج تاني، هقول له انا عايز افتح مشروع. اي مشروع عايز تفتحه تبدا تشتغل عليه. انا هحاول اختار مشروع يكون عند الناس كلها، عايز ما حدش يقول المشروع مش عندي، بيقول لك بقى مش عامل واجب بقى والحاجات ديت. طيب بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت سيمبل، ده المسار لو حد عايز يفتح، هتدخل على السي او تسطب على الدي. تمام، محدش يقول لي ما عنديش سي، اكيد عندك سي. سي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت 2014 او 2013 او 2015 حسب النسخه اللي عندك، مفيش مشكله. تمام، من اول 2010 او 2009 ريفت 2009 الواجهه بقت كلها متشابهه، الريبون اللي فوق ده بقى هو واحد، قبل كده كانت عباره عن قوائم فايل واديت والحاجات ديت. فمن اول 2009 بدات الواجهه كلها تبقى شبه بعض الريبون، فلو اشتغلت على 2009 هتلاقي الموضوع قريب من 2015، مفيش فرق كبير، في اوامر زادت اي نعم، بس ايه، لو انت عرفت تشتغل 2009 هتلاقي سهل جدا ان انت تحصل الاوامر اللي بعد كده، فمحدش يقلق من موضوع الاصدارات ديت. تمام، دي نقطة برضه عايزين ننبه عليها، الريفت والنفس وركس. انا لو شغال على 2013 او اي اصدار وجيت افتح على اصدار قبليه مثلا 2012 مش هيفتح. تمام، يعني كل اصدار بيتفتح على الاصدار اللي بعديه، بس ما تفتحش على الاصدار اللي قبليه. يعني 2013 يتفتح على 2014 ما يتفتحش على 2012. طب لو انا فتحت 2013 على 2014 ودوست سيف، خلاص ما يتفتحش تاني على 2013، اتعمل له ابديت. فلما تيجي ترجع تقول له اشتغل على الاصدار القديم يقول لك لا، خلاص بقى الراجل اغتنم ومبقاش مهتم بعيلته بقى وبتاع وشاف نفسه. ف تمام، طيب انا عندي دلوقتي دول فيهم حاجات ريفت بروجكت فايل وفي فاميلي فايل، هقول له انا عايز اشوف المشاريع، اخترت الار في تي، ار في تي يبقى ده مشروع ريفت.
فاميلي ار اف اي، فاميلي يعني زي البلوك في الاوتوكاد، مجموعه عناصر مع بعض بتكون عنصر زي مثلا الشباك او الباب او الترابيزه او ازازه الميه، تمام؟ كل دي فاميلي، تمام؟ فانا دلوقتي هبدا اشوف مثلا انا عايز اقل مشروع، خلينا نختار مثلا وليكن المشروع دوت السيمبل بروجكت، تمام؟ ار اي سي اللي هو ايه، ان ده معماري، ار ام اي ده اللي هو الميكانيكال اللي هو ريفت ميكانيكال، ار اس تي ده الانشائي ريفت ستراكشر. فانا اقول له انا عايز افتح المعماري دلوقتي، اقول له ايه اوبن، تمام؟ هيبدا يفتح المشروع معايا، تمام؟ هي نصيحه الناس كلها بدات تتجه للبيم، فانت اتجه ليه وحاول تشوف ايه الموجود او المنتشر وتبدا تشتغل عليه، يعني ايه البرنامج اللي مطلوب في السوق وتبدا تشتغل عليه. انا كنت شغال على برنامج اسمه سكتش كاد، لقيت الشركه بتاعتي كانت شغاله بيه فشغلت بيه، فبعد شويه لقيت الناس اصلا مش عارفه يعني ايه ماجيك كاد، فلما تروح انترفيو تقعد ساعه تقنعه ان الماجيك كاد ده هو الريفت، فقلت لا ارمي الماجيك كاد ده خالص وخليك في الريفت احسن، تمام؟ انا دخلت دوست هنا فدخلت في الثري دي، تمام؟ ده المشروع اهوت، اقول له انا عايز اعمل له اكسبورت لنفس وركس. طب اعمل له اكسبورت منين؟ طبعا مش من اركتكشر، هبدا اشوف كده انسب حاجه ليا ادنس، واقول له اكسترنال، اكسترنال تولز، واقول له ايه انا عندي هنا التصدير، انا اقدر اصدر ل 2014 نفس وركس، واقدر اصدر لنفس وركس 2015، مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ وعندي حاجه تانية اسمها سويتش باك. ايه سويتش باك دوت؟ انا دلوقتي بعت النموذج بتاعي لقلب الريفت اللي قلب نفس وركس، سوري، تمام؟ وعايز ايه اخد اخر وانا في نفس وركس عايز اخد اخر تعديل موجود في الريفت، فباجي هنا اقول له ايه نفس وركس سويتش باك، يعني ابدا ابعت الاخر معلومات انا عملتها ابعتها لنفس وركس، ونفس وركس هقول له ايه ابدا خد اخر معلومات موجوده في الريفت خدها وهاتها لي عشان ابدا اشتغل عليها. هنشوف الموضوع ده مع بعض. يعني انا دلوقتي شغال على الريفت، عملت شويه تعديلات، تمام؟ يعني انا مثلا كنت بعمل المشروع لواحد بعمل له الفيلا بتاعته، واحنا شغالين قال لي لا معلش انا عايز افتح الصالون على اوضه النوم على الحمام على اوضه الضيوف، عايز افتحهم كلهم على بعض. هو مزاج، هو اللي عايش فيها مش انا اللي عايش فيها، فتحتهم له كلهم على بعض. عايز في نفس وركس اشوف التعديل ده حصل ازاي، اروح داخل هنا اقول له نفس وركس سويتش باك، واروح في الريفت اقول له هات لي اخر معلومات من الريفت، هنشوفها مع بعض ان شاء الله، تمام؟ فانا اقول له دلوقتي انا عايز اصدر لنفس وركس 2014، مش هيعترض. طيب يقول لي انت عايز تصدره فين؟ هقول له انا عايز احطها على ايه، هتبدا تشوف انهي مسار اللي انت عايز تحط الملفات فيها، تمام؟ وهقول له انا عايز سيفها بانهي اصدار. انا عندي دلوقتي الاصدار بتاعي اللي هو نفس وركس ان دبليو سي، انا عندي ثلاث امتدادات ان دبليو سي وان دبليو اف وان دبليو دي، تمام؟ هنشوفهم هنا، تمام؟ الان دبليو سي ده اللي هو الامتداد العادي ما فيهوش اي مشاكل خالص، اللي هو تحويل ملف الريفت لان ملف يقدر نفس وركس يشوفه، تمام؟ شوف لك ال ان دبليو دي اهي، ان دبليو دي ده مساحتها بتبقى صغيره، بيحتوي على نموذج بس بيبقى مضيف عليه الريفيو مارك اب، تمام؟ ده لما بخلص شغل خالص بحتفظ بنسخه من المشروع احتياطي. ال ان دبليو اف ده بيبقى نموذج المشروع وضيف عليه الجدول الزمني، تمام؟ يبقى انا عندي اول حاجه ان دبليو سي، اول ما اشغل على ان دبليو سي وابدا اضيف عليه الجدول الزمني وابدا اضيف عليه شويه حاجات يبدا يتحول لان دبليو اف. طيب انا عايز احتفظ بنسخه دوكمنت، نسخه احتياطي، تمام؟ بس بسيفها ان دبليو دي، دي بتبقى نسخه مجرد بس ايه ان انا بعد شهرين مثلا عايز احتفظ باخر حاجه وصلت بيها للمشروع للمرحله ديت، دي ممكن اعمل لها كلمه سر، مش محتاج الملفات الريفت، ممكن احط له وقت صلاحيه، يعني اقول له بعد مثلا شهر ما تفتحش، انا خايف حد يتلخبط ويفتحه ويشتغل عليه، فاقول له بعد شهر الملف ده انا مش عايز يفتح تاني، تمام؟ طيب نرجع للنفس وركس الريفت اهوت، هبدا اقول له صدر، اقول له نفس وركس سيتنج، وابدا اشوف الاختيارات اللي عندي، تمام؟ او بيقول لي دي شويه اختيارات، بيقول لي convert construction parties عايز تحولهم ولا لا، ال element ID
عايز تحولها ولا لا؟ الاليمنت بارامتر عايز تحولهم كلهم ولا متحولهمش ولا العنصر بس؟ يمكن اهم اختيارين عندنا او اللي بيفرقوا جامد الكونفرت لينكد فايل. لو الملف دوت انا شغال عليه اللي هو بتاع المعماري، في انا ساحب عليه الاستراكشر وساحب عليه الام اي بي اللي هو الميكانيكال الكتريكال بايبنج، تمام. لو انا حولته كونفرت لينكد فايل دول كده هيتحولوا معايا في قلب الملف دوت، هيبقى الملف ده كله ملف واحد فيه المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، تمام. انا شخصيا ما بفضلش كده، بحب احول كل ملف لوحده بحيث يبقى اسهل في عمل الكوردينيشن، بحل المشاكل كل الحاجات دي بفضل احلها لو كل ملف فيهم مستقل بذاته، وكمان بتبقى اخف على النفس وركس. على فكره النفس وركس خفيف جدا في الشغل، يعني الملف اللي بيهنج معاك في الريفت ان شاء الله مش هتلاقيه بيهنج معاك في النفس وركس، الا بقى لو انت نحس او الجهاز بتاعك تقيل او كده يعني، فربنا يستر، تمام. الاكسبورت انت دلوقتي هتصدر، تمام. عايز تصدر المشروع كله ولا الفيو اللي انت شغال عليه كارنت فيو ولا سيليكشن الحاجه اللي انت محددها؟ يعني ممكن انا اكون مش محدد المشروع كله، انا كل اللي انا محدده البيت ده بس، ومش محدد الشجر ومش محدد الخطوط الطبوغرافيه بتاعتي والحاجات ديت، فاقول له ايه انا عايز السيليكشن. طب انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز المشروع كله. وفي الكوردينيشن، هل انت هتشتغل على الشيرد الحاجه المشتركه ولا البروجكت انترنال؟ انا بختار الشيرد غالبا يعني، تمام. تراي اند فايند ميسنج ماتيريال، هيبدا يشوف الماتيريال. طيب اقول له ايه؟ اوكي. ودي برضو شويه اختيارات تانية هنبدا نشوفها مع بعض، الحاجات دي ممكن برضو نشوفها في قلب نفس اوركس. اقول له اوكي. طيب انا دلوقتي هقول له ايه؟ سيف المشروع دوت ار اي سي بيزك سيمبل بروجكت، هيبدا يصدر المشروع. هبدأ هنا اقول له ايه؟ اوبن، وابدأ اختار المشروع. هدخل مثلا على المكان ما انا شايل الملفات اهو. الملف مش موجود ليه؟ لان الفايل اوف تايب نوع الملفات اللي انا عايز افتحها، بص بقى هو بيفتح ايه، لان دبليو اف ده اللي احنا قلنا لما بتضيف الجدول الزمني او تبدأ تشتغل في المشروع بتلاقيه هو اوتوماتيك بدأ يسيفه ان دبليو اف، تقول له سيف يقول لك انا عايز سيفه بقى ان دبليو اف مش ان دبليو سي، تمام. عندي ان دبليو سي، عندي 3 دي ستوديو يقدر يفتح هو ال 3 دي ستوديو ويشتغل عليه عادي مفيش اي مشاكل خالص. ملف الاسكي، ملف الدي دبليو اف، ملف دي دبليو جي يقدر يفتح اوتوكاد سواء 2 دي او 3 دي. على فكره مهم قوي 2 دي، يعني فكره ان هم اضافوا ان انت تقدر تشتغل بالاوتوكاد ثنائي الابعاد دي كويسه جدا. ان ليه؟ لان انت بتجمع كل الشغل، تمام، في قلب المشروع في قلب نفس وركس. ممكن يكون مثلا في ملفات ديتيلز او ملفات لوحه مثلا ما عملتهاش انت بالريفت، تاخدها بالاوتوكاد وتبدا تشتغل عليها عادي، فدي حاجه كويسه جدا. الاف بي اكس، الاي اف سي دي صيغ التبادل بين البرامج، السوليد ووركس، تمام، ده برنامج عامل زي الانفنتور بيعمل موديل 3 دي بطريقه سهله، تمام. هبدا اقول له مثلا انا عايز افتح لان دبليو سي، بدا يظهر الملف عندي اهوت، اقول له انا عايز الملف دوت واقول له ايه اوبن. هتلاقي ان هو سهل في التعامل معاه، تمام. هتلاقي ان هو بقى اخف كمان في الشغل، ونبدا نشوف فيه شويه حاجات. انا هلغي التايم لاين دلوقتي عشان احنا ما نتلخبطش. لو انا عايز اظهر التايم لاين تاني باجي من هون بقول له تايم لانير، هيبدأ يظهر معايا وابدأ اشغل عليه. طيب تعال نشوف نموذج لفكرة ان الحاجة تتعمل 4D. هاجي هنا ده فيديو هنشوفه مع بعض. هو هنا بيظهر بيحط العمدان تظهر الأول، وبعد كده بيبدأ يظهر التمرات، بيبدأ حتى هو الحوادث الحاملة زي ما بيحصل في المشروع هيحصل قدامك.
بحيث ان انت بتوريها للملك تقول له بص والله انا هعمل لك المشروع بالخطوات التالية، فيبدأ يفهم تمام. وتبدأ توريها للمهندسين بتوع المشروع تقول له والله احنا خطوة اولانية كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، فيبدأ هو يتخيل المشروع هيبقى ماشي ازاي، بدل ما يبقى الكلام على ورقة وقلم ويبقى مثلا في حاجات كتيرة كده ملخبطة مع بعض. انا شايف جدول على البرومافيرا مش قادر افهم هو بيحصل ازاي تمام. بص ده حاجات بتيجي من ضمن حاجات برضو ممكن وانت شغال هتكتشف حاجة غريبة جدا، يعني تكتشف مثلا ايه، ان انا عندي أوضة هيبقى فيها الجنريتور مثلا تمام. في اوضه مثلا انا قلت ان انا حاطط فيها جنريتور، فانا عملت ايه، بنيتها كلها وقفلتها وعملت الباب ولسه الجنريتور ما جاش، فتيجي تدخل الجنريتور مش هيدخل من الباب تمام، فهتضطر انت تكسر الباب عشان تدخل الجنريتور. انا افتكرت نقطه دلوقتي قريتها قبل كده، اللي هو واحد كان ضيف عند ناس فطول الوقت سرحان وعمال يبص في الحيطه، فبيقول له ليه؟ قال لهم انا مستغرب الستاير دي دخلت ازاي من الباب الصغير دوت، الستاير دخلت ازاي؟ فواحد قال له اكيد يعني دخلوا الستاير قبل ما يبنوا البيت تمام، الستاير ممكن تتنيها وتدخلها، انما الجنريتور هتضطر ان انت تكسر الحيطان كلها عشان تدخل الجنريتور دوت تمام. ده نموذج للمبنى اهو، من ضمن الحاجات برنامج رهيب جدا تمام، ومش هو الوحيد في المجال، في برامج احسن منه كمان زي برنامج سينكرو، بس الاوتوديسك ذكية جدا، بتعرف تشتري برامج كويسة وتعرف تعملها دعاية وتعرف انها تديك نسخة ترايل ببلاش، يعني هي مع يعني ما بتحاربش الكراك، الشركات التانية بيطلع عينينا على ما نعرف ناخد منها نسخة تجريبية، ويعني الموضوع بياخد وقت على ما نعرف ناخد منها نسخة نبدأ نجرب البرنامج فيه، انما دي بتوفره لك ببلاش، تقدر تعمل لها داونلود والكراك هي اللي تقريبا عاملاه سامحة بيه بدون اي مشاكل خالص تمام. ليه؟ لان هي عارفة انها هتجيلك بعد كده في المصنفات تتكلم بقى في الكوبي رايت ويقول لك فين النسخة ويبدأ يخليك تجبرك ان يجبر الشركة انها تشتري، الاشخاص العادية مش فارقة معاها، هي بتفرق معاها الشركات تمام. فبرنامج سينكرو احسن منه او اقوى منه، انا اشتغلت عليه قوي جدا، بس محتاج واحد يكون شغل برامافيرا. ده هتلاقي الموضوع بسيط جدا، مجرد بيربط بين نفس بين النموذج والبرامافيرا، ما بتدخلش انت في تفاصيل البرامافيرا خالص تمام. طيب خلينا نبص كده على حاجه طريفه شويه قبل ما نبدا نشتغل شغل حقيقي. هقول له فيو بوينت. الفيو بوينت ده دي ميزه جميله جدا، ان انا ممكن اخد شويه لقطات من المشروع ده بسهوله، اقول له فيو بوينت، دي اللقطه الاولى هسميها فيو 1 ماشي، والف المشروع شويه، ممكن اقول تعالى كده تمام اهو، واقول له هات لي لقطه كمان، واقول له تعالى كده، واقول له هات لي لقطه كمان، اقول له ده سيفد فيو بوينت، اقول له هات لي ده لف لي كده اخلي كده تمام. انا دلوقتي جمعت كذا لقطه هبدأ الف بينهم بالطريقه ديت. طيب انا دلوقتي شايف اي لقطه فيهم عايز ارجع لها ببدأ ارجع لها عادي مفيش اي مشكله خالص، ممكن انا ادخل كمان لقطه جوه المبنى، واقدر كمان ان انا ادخل جوه المبنى زي ما انا عايز. لو انت عايز تدخل جوه المبنى تاخد لقطة داخلية تمام، واقدر اقول له انا عايز مثلا ووك تبدأ تمشي. عندي شوية ادوات هنبدأ نشوفهم مع بعض تمام، ممكن اقول له انا عايز لقطة كده كمان. طيب انا دلوقتي خدت كذا لقطة، اجي هنا اقول له اعمل لي اد انيميشن، انا عايز هنا انيميشن. طيب الانيميشن ده اعمله عن طريق ايه، ان انا هاخد شوية لقطات واحطهم جوه الانيميشن تمام. دي اول لقطة، تاني لقطة، تالت لقطة. طيب دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا ارفع الانيميشن دوت تمام، واقول له ايه انا عايز اتفرج على الانيميشن. كل اللي عمله ايه، بياخد اول لقطه دي الكاميرا هنا، اللقطه الثانيه هنا، فبيبدا يمشي بينهم بحيث يكون لي شريط الفيديو اللي احنا عايزينه تمام. وده نفس فكره افلام الكرتون توم وجيري، ان انت بيبقى عندك
كي فريم اساسي، ماستر كي فريم وماستر كي فريم اساسي، وهو يبدا يعمل الحركه بينهم. تمام؟ كان زمان لما بترسم يدوي كان بيبقى اللي هو المحترف بيبدا يعمل لقطه معينه، مثلا جيري مثلا هيضرب توم، واللقطه التانيه خلاص وقع على الارض. اللقطات اللي بينهم، الفريمات اللي بينهم دي، واحد مثلا من المساعدين بيعملها. تمام؟ هي نفس الفكره هنا في الانيميشن. انا كده عملت فيديو هو ما خدش مني دقيقه، عن طريق ايه؟ ان انا اخدت شويه لقطات كده، مثلا اقول له خد لي لقطه، تمام، واقول له تعالى هنا كمان خد لقطه كمان، اللقطتين دول مثلا هضيفهم لقلب الانيميشن دوت. تمام؟ فكده هبدأ اقول له ورولي كده تاني. فيبدأ يعمل لي فيلم بسهولة وبثواني وما خدش حاجة خالص. تمام؟ طيب لو انا عايز ابدأ اعمل له ريندر، ان انا ابدأ اصدره، اقول له اعمل لي ريندر او اوتبوت، واقول له اعمل لي انيميشن، بيقول لي انت عايز تصدر ايه؟ هل الفيو الكرنت انيميشن ولا التايم لاينير ولا كرنت انيميشن سنت؟ اقول له لا، انا عايز كرنت انيميشن، انا عايز الانيميشن اللي انا واقف عليه دلوقتي، لان انا ممكن يكون عندي كذا انيميشن في قلب المشروع. عايز تستخدم انهي ريندر، الفيو بورت ولا اللوت ديسك ولا البريزنتر؟ هنبدا نشوف الحاجات دي مع بعض. طيب التصدير ممكن تصدرهم صور او بي ان جي او اي في اي، طبعا احنا عايزين فيديو فنقول له اي في اي. عايز الكادر قد ايه؟ يعني هنا مثلا ده عايزه مثلا الويتس 1100 ولا 500 ولا زي ما انت عايز. ممكن اقول له ايه، انا عايز اختارهم انا وابدا اكتب انا بنفسي، ولا مثلا ده انا عايز مثلا 1600 وابدا اكتب الرقم اللي انا عايزه هنا مثلا. كل ما اكبر الرقم كل ما تبقى الجوده اعلى، بس هياخد وقت اكتر في التصدير. تمام؟ فانت بتقارن بين الجوده والوقت اللي انت عايزه. انا في الاول بروح مصدر حاجه بجوده قليله، تمام، وبعد كده لما اتاكد ان الفيديو سليم ومفيش اي مشاكل اروح مصدر بجوده اعلى، بدل ما اصدر بجوده عاليه جدا وياخد مني وقت كتير، وبعد كده اجي ابص الاقي في مشكله فاضطر ان انا اعيد الريندر تاني. لا، انا ببدا اعمل الاول بجوده قليله وبعد كده اصدرها بجوده كويس. الاوبشن الفريم بير سكند، انت عايز كام فريم في الثانيه؟ تمام، هو في التلفزيون المصري بيشغله بالبال بتبقى 28 فريم في الثانية، الأمريكي بيبقى في حدود 32. طبعا احنا مش هنعمل حاجة في التلفزيون، احنا بنعرض حاجة هندسية، الأمريكي اللي هو الـ NTSC، فاحنا عادة بنشغل مثلا ب 8 فريم في الثانية مثلا، بتبقى الجودة معقولة. انت عايز تبقى النعومة قد ايه؟ كل ما هتكتر كل ما النعومة هتزيد، بس برضه هياخد وقت كتير قوي في التصدير. وانت بتقارن بين الجوده اللي انت عايزها والوقت اللي انت ممكن تضحي بيه في انتظار ان الفيديو يطلع، تبقى قاعد بقى مستني الاكل بقى في الفرن وهيخرج امتى فبياخد وقت على ما الفيديو يتعمل. تمام؟ طيب هنيجي هنا في قائمه هوم، ونبدا نشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن تسهل عليا ان انا اربطه بجدول الزمن. انا دلوقتي خلاص دخلت الموديل، تمام، مش هنستعجل في موضوع ان احنا نربطه، احنا هناخد كذا محاضره، فممكن تبقى المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا نربط الجدول الزمني بالموديل. تمام؟ انا بلاقي عندي هنا في الهوم بلاقي عندي حاجه اسمها سيلكت، تمام، دي اللي انا عايز احدد كده، انا بحدد عنصر. تمام؟ اه، ولو دوست كنترول بحدد اكثر من عنصر. طيب لو عايز اشيل عنصر انا حددته من ضمن المجموعه اللي انا حددتها بدوس عليه تاني، انا دايس كنترول علمت على دوت، اكتشفت ان انا علمت عليه غلط، اخليني دايس برضه على كنترول وادوس على العنصر تاني. في بعض البرامج التانيه الوحشه مالناش دعوه بيها بتدوس على شيفت عشان تشيل الحاجه اللي انت عايزها، بتدوس شيفت بتلاقي نفسك ان انت حددت المشروع كله. تمام؟ هي لسه ما بقتش حاجه ثابته في كل البرامج، بتلاقي حاجات اختصارات موجوده في 3 ماكس غير الريفت غير النفس وركس، فالواحد بس ايه بيعرف الفرق بينهم وعارف الشغل امتى بدوت وامتى بدوت. تمام؟ سيلكت اول يبقى انا حدد كل المشروع. تمام؟ ممكن ان اكون حددت مثلا بعض العناصر وعايز احتفظ بيهم
لحاجه تانية بعد كده. يعني مثلا حددت العنصر ديت وتعبت قوي قوي على ما عملت سيلكت، اروح قايل له ايه؟ سيف سيلكشن، تمام؟ فيفتح لي حاجه اسمها سيلكشن تري، تمام؟ واروح قايل له مثلا دي سمها لي مثلا ايه، اي حاجه خلاها مثلا سماها اكس واي زد مثلا، تمام؟ بحيث في اي وقت وانا شغال عايز ارجع الاكس واي زد، اروح داخل في السيلكشن تري واروح قايل له الاكس واي زد، فيعلم لي على العناصر اللي انا حددتها قبل كده. ممكن العناصر دي كلها اقول له مثلا دي مرتبطه بالمهمه اللي موجوده في الجدول الزمني اللي اسمها مثلا كولوم، فاول ما يجي وقتها تبدا تظهر معايا. هشرحها ان شاء الله مع بعض، تمام؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي بحدد العناصر ديت بحيث ان انا بربطها بالجدول الزمني. هنبدا نربط كل العناصر الموجوده في المشروع بجدول الزمن، تمام؟ طيب ده سيلكت اول، ممكن اقول له سيلكت نان ده انا محدد حاجات كتيره. ممكن اكون انا محدد مثلا ايه دوت، اقول له ايه انفرس سيلكشن، حدد لي كل العناصر ما عدا ايه الارضيه بتاعه الموقع، تمام؟ تخيل ان انا لو عايز احدد العناصر دي كلها واستثني منها الارضيه، لو علمته قعدت اتعلم فيهم هياخد وقت كتير، تمام؟ انما لو علمت الارضيه وقلت له اعكسهم هياخد وقت قليل. زي ما كانوا بيقولوا لنا كده، لو عايز تعرف عدد اللي بيعرفوا رياضه في العالم كله، تمام؟ او عدد الناس اللي بيحبوا الرياضه في العالم كله، بسيطه جدا، اعرف عدد الناس اللي في العالم كله وشوف عدد الناس اللي بيكرهوا الرياضه، اطرح ده من ده هيطلع لك عدد الناس اللي بيحبوا الرياضه لان هم قليلين جدا، تمام؟ طيب انا ممكن اقول له فايند سيلكت سيم نيم، تمام؟ لا اشوف ايه الحاجات اللي نفس الاسم، تمام؟ دي اللي هي سيلكشن تري، تمام؟ اهيت ده سيلكت انسبكتور، تمام؟ هنشوفها بقى، ده بديله شوية عناصر معينة ويبدأ هو يعمل لها سيلكت، تمام؟ عندي هنا ده الكويك بروبرتيز، ده عبارة عن ايه؟ أول ما أقرب من أي عنصر يبدأ يديني معلومات عنها بالطريقة دي، مجرد إن أنا أقرب من أي عنصر يبدأ يديني معلومات عنها. أي ماشي، هو ممكن أبدأ أخصصها، ممكن أجي أخش هنا في الأوبشن وأقول له أنا عايز تديني معلومات أكتر من كده، تولز سكريبت فايريزا موديل ايه كويك بروبرتيز، تمام؟ بقول له انا عايز اول ما افعل عنصر تديني الايتم والنيم، وبعد كده الايتم والتايب، ممكن ازود عليها اقول له مثلا الايتم وايه تاني والفايل نيم مثلا او التايب او اليونت او اي حاجه او الماتيريال او اللاير، انت شوف ايه الحاجه اللي انت محتاج ان انت تشوفها بعد كده. يعني مثلا ممكن اقول له ايه، انا عايز اعرف الفايل نيم ده لو انا عندي اكتر من فايل نيم، تمام؟ او اشيل الحاجه اللي انا مش عايزها. ده كويك بروبرتس، البروبرتس دي العناصر بتاعت العنصر اللي معمول له تحديد. يعني انا وقفت هنا هيبدا يقول لي ده الايتم ده اسمه كذا والتايب والجايد والايكون والهيدن، كل العناصر موجوده اهي، تمام؟ الماتيريال الريفت ماتيريال اللوت ديسك ماتيريال، كل حاجه موجوده بتلاقي الخصائص بتاعتها موجوده زي ما احنا شايفين، تمام؟ ده هنا الهوم هنا بشوف لو انا عايز ادخل ملف جديد، لو انا عايز اعمل سيلكت وسيرش، تمام؟ لو انا عايز الفيزيبيليتي ايه اللي يظهر وايه اللي يختفي، يعني ممكن يكون مثلا الحاجات دي مثلا مضايقاني انا مش قادر استغلها او اشتغل بيها كويس، تمام؟ هقول له الحاجات دي هايد فكده اختفت، تمام؟ ممكن مثلا العنصر ده مضايقني هقول له هايد ديت طواحين الهواء ديت، هقول له ايه هايد، ماشي، تمام؟ وممكن اقول له ان هايد اول كده، كل الحاجات ظهرت معايا، تمام؟ هايد ان سيلكت، اعمل هايد للحاجه اللي مش معمولها سيلكت، تمام؟ فكده ظهر معايا الحاجات بس اللي معمولها سيلكت، انا هايد اول، تمام؟
دي بقى التولز دي الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها على طول، زي الكلاش ديتكتيف ده لو انا عندي عايز ابدا اشوف ايه الحاجات الخبطة مع بعض هو يبدا يقول لي عليها، نشوفها برضو ان شاء الله. تايم لينير ده اساس البرنامج كله، ان انا بربط الموديل بتاعي بالجدول الزمني زي ما احنا شايفين، هنبدا نشوفها مع بعض. الموضوع بسيط جدا، ان انا ببدا اديله المهام بتاعت الجدول الزمني هنا، واربط كل مهمه بالعناصر بتاعه المشروع اللي عندي، تمام. واقول له مثلا اول ما نيجي مثلا الاسبوع الاول يبقى كده الاعمده بتاعه البيزمنت تظهر معايا، الاسبوع الثاني السقف يظهر، تمام. الداتا سورس بحدد منه هل انا هشتغل على برنامج البرومافيرا ولا هشتغل على ميس بروجكت، تمام. ديت كونفيجر دي بتعمل ايه؟ بقول له مثلا لو انا ببني حاجه تظهر بلون جرين، لو انا بهد حاجه تظهر بكذا، لو حاجه مؤقته تظهر بكذا. السيموليت ده بقى اللي ببدا اقول له ايه، اظهر لي الشغل بتاعي زي ما احنا شفناه في الفيديو دوت، لو انت فاكر الفيديو دوت المباني الحاجه وهي بتتبني ببدا اظهرها من هنا، تمام. بعد كده ببدا اقول له اكسبورت او اوت بوت من هنا، ده الحصر، تمام. ده اوتوديسك ريندر، ببدا اعمل ريندر للمشروع، بيديني شويه خصائص كويسه جدا، ماتيريال مخصصه وكل حاجه مخصصه، ابدا اخصص بقى المشروع، تمام. فهو برنامج قوي وبيجمع شغل كتير، وهما بدأوا يعني ايه يبقوا واثقين فيه، فيبدأوا يديله حاجات كتيرة أكتر. يعني كويس إن هما ادوله كوانتك أوف، كوانتك أوف خلاص وقف من 2013، وبدأ أي جديد فيه بيتحط في برنامج النفس سوركس. دي سيليكشن تري الشجرة بتاع التحديد، بتلاقي فيه المشروع بتاعك هنا، ممكن يكون عندك كذا مشروع. ده الفاونديشن، ده ليفل واحد، ده ليفل واحد، ده الليفنج روم لوحديها، السيلينج ليفل اتنين، الروم لاين، كل الحاجات دي موجودة هنا في قلب المشروع، تمام. ممكن لو دخلت جوه مثلا ليفل واحد هتلاقي حاطط الفلور لوحديها والفرنتشر لوحديها والسايت لوحديها والوول لوحديها، تمام. ممكن انا اجي اقول له مثلا عايز الوول ليفل واحد ديت تبقى في ست لوحديها، مانيش ست، واقول له ايه اعمل لي واحدة تانية، تمام. سمي لي دي مثلا وول ليفل واحد، تمام. الفيو بوينت دي احنا دخلنا فيها اللي هي لما قلنا له انا عايز اخد كذا لقطه وابدا اعمل منها شريط فيديو، تمام. سيف فيو بوينت تبدا تظهر لي وابدا اعمل الانيميشن. وممكن اجي هنا مثلا في الفيو دوت في الحته دي مثلا عايز ابدا اعلم عليها، اروح داخل في الريفيو واقول له مثلا انا عايز ارسم كلاود هنا، تمام. او التكست اكتب تكست، بيقول لي سيف ذا فيو بوينت، تمام. طيب يبقى انا هاجي هنا اقول له ايه درو وابدا ارسم وابدا اكتب تكست زي ما انا عايز، بحيث ان انا ابعت للمهندس اقول له والله الحته دي انا عندي ملحوظه فيها. طبعا مش هكتب له جي دي اف ولا بتاع، هقول له مثلا ايه بليز بيلد وول هير، اي حاجه يعني، بديله الملحوظات بتاعتي على المشروع. ممكن يكونش عنده ملحوظات بس انا عايز ايه منظر عليه او احط التاتش بتاعي، فهكتب له كده اعمل حاجه هنا اعمل حاجه هنا، تمام. طيب ده بالنسبه للفيو بوينت، بلاقي فيها الكاميرا هل انا عايز اشوفها برسبكتيف ولا اورثو زي ما انا عايز، تمام. هنشوفها بعدين ازاي نحول، تمام. هنا هشوف الباند دي ببدأ احرك بيها الزوم ويندو، ممكن اكون عايز اعمل زوم على جزء معين، اقول مثلا عايز زوم على الجزء دوت، ابدا اروح للجزء دوت ابدا اشوف التفاصيل بتاعته. اوربت ان انا عايز ابدا الف، هي اغلب العناصر موجوده في البرامج التانية احنا شغالين بيها زي الاوتوكاد والريفت، فهتلاقي الموضوع بسيط ان شاء الله، تمام.
بتلاقي فري اوربت، انت بتلف حوالين البيبو ديت، النقطة ديت، ممكن بعد كده اقول له ايه كونسيدريد اوربت، بتلف حوالين مركز معين، لوك اراوند كده، انت واقف وبتبدأ تبص كده ايه حواليك، كأن انت موجود في الموقع فبتبص حواليك كده تشوف المدير بتاعك هنا ولا مش هنا ولا ايه. تمام، ووك انا كده بمشي. تمام، وكأنك انت ماشي ايه في قلب المشروع. تمام، وممكن انا اقول له ايه ديفلي ثيرد بيرسون، ده شخص اهو بيبقى ماشي معاك في قلب المشروع، ممكن نلبسه بدلة كده لو احنا عايزين. تمام، ممكن اقول له انا عايز ابقى فلاي، اطير زي سوبرمان. كل الحاجات دي ان شاء الله هنبدأ ندخل في التفصيل بتاعتها ان شاء الله في المراحل الجاية. في عندي نلغي الراجل دوت عشان ما يتعبش معانا. انيبل سيكشن، انيبل سيكشن بيعمل ايه؟ بياخد لي سيكشن في قلب المبنى. تمام، طيب انا دلوقتي عايز ابدا اغير السيكشن دوت، اقول له ايه اول، انا دلوقتي في سيلكشن تولز، ممكن الغي الانيمال سيكشن او ان انا افعله معايا، اقول له انا عايز بوكس وابدا البوكس ده اتحكم فيه اهو زي ما انت شايف، ممكن تنزل بيه يبقى انت كده شايف مثلا الدور دوت، ممكن تطلع بيه تبدأ تشوف المبنى. تمام، ودي أسرع طريقة لو قال لك اعمل لي محاكاة بسيطة مش بالتفاصيل للمبنى وهو بيتبني، وانت مش بتديها لواحد مهندس، انت هتوديها مثلا للمالك او واحد عايز بس ايه يتفرج بس وخلاص. تمام، كأنك بتعمل فيلم كرتون، فاقول له ايه هات لي اول لقطة كده، واقول له ايه زي ما احنا اتعاملنا زي نعمل فيلم كرتون، اقول له خد لي اللقطة دي واطلع سنة كمان، واقول له مثلا خد اللقطة دي مرة كمان. تمام، طبعا انت بتبدأ تظبطها تحس يبقى دور دور يظهر معاك. انا هعلمكم النصب ده، يلا. تمام، طيب هاجي هنا اقول له عايز انيميشن، وابدأ احطهم هنا. هما عايزين بس تعكسه. اتنين دي هتيجي هنا. تمام، الانيميشن اقول له اول حاجة الغي لي الصندوق دوت. تمام، اقول له اظهر لي بقى دوت. تمام، احنا خدنا اللقطة والأسهم دي موجودة فيها فعشان كده ايه ظهرت معايا. تمام، ده كده تحس ان المبنى بيبني قدامك زي ما انت شايف. تمام، طيب الريفيو ببدأ احط، ممكن ابدأ عايز انا اقيس حاجة مثلا، فبقول له بقى اقيس لي مثلا من هنا لهنا مثلا. تمام، وصل مثلا من هنا لهنا. تمام، بوينت تو مالتيبل بوينت، لو انا عايز احدد من نقطة لنقطة لنقطة، عايز اعرف الماس من نقطة لكذا مكان. تمام، هنا لو انا عايز اعمل لوك لحاجة، هنا كلير لو انا عايز امسح اي حاجة انا رسمتها. تمام، تكست لو عايز تكتب، بس تكون واقف على لقطة من اللقطات اللي هي ايه زي لقطة مثلا من اللقطات اللي احنا خلاص عملناها فيو ثابتة، خلاص اقدر ارسم بقى ساعتها ارسم كلاود.
الشكل دوت، ارسم تكست، اكتب تكست زي ما انا عايز. What is this؟ تمام. الانيميشن، موضوع الحركة، ممكن نسجل انيميشن، وممكن كمان نضيف سكريبت. الفيو، لو انت ممكن تشوف الجريد بتاعتك، لو انت عايز تشوف الجريد. خلينا نخرج بره، ده الجريد. تمام. طيب انا دلوقتي عامل الجريد، شو جريد، ممكن اقول له انا عايز اشوف كل الادوار. لا، ده انا عايز اشوفه في اباف اند بلو، انا مش عايز اشوفه خالص زي ما انت عايز. عايز اشوف الجريد بتاع انا مشروع، ممكن يكون عندك كذا مشروع تبدا تشوف فيهم. تمام. اباف قول، ده موضوع الجريد. لو انت عايز تبدا تظهر الجريد او تخفيه، في مثلا صورة معينة عايز تبدأ تعرف الجريد موجود فين، أو الحتة دي موجودة فين بالظبط عشان تبدأ تحل المشكلة بتاعتها. يعني فاكر في لقطة كانت تخليقة هنا، تبدأ تشوف المكان ده فين بالظبط. تمام. الأوتبوت، أنا أقدر أصدر الموضوع دوت إن أنا أطبعه، أو إن أنا أصدره إن دبليو دي، ده إحنا قلنا إن هو نسخة خلاص بتتخزن دوكمنت. دوكمنت تمام، موجودة بس كده، مجرد إن حد مثلا يشوف. احنا من كام فترة، من شهر مثلا، كنا بنفكر في ايه ال اف بي اكس. لو انت عايز تصدر الموضوع ده مثلا لل 3 دي ماكس، او تصدره لاي حاجة تانية، ممكن تصدره لجوجل ايرث الايمج. ممكن نعمل رندر للايمج، انيميشن. تمام. ممكن تعمل اكسبورت للمعلومات، اقول له مثلا اصدر لي الفيو بوينت ديت. تمام. الرندر، ببدأ اعمل رندر، ممكن اقول له انا عايز اعمل ريت تريس مثلا هاي كواليتي، فيبدأ يعمل الرندر دلوقتي. الديسك ريندرنج، نفس وركس اي اف سي، ممكن دي ما تلاقيش عندك، دي تولز بتسطب ادنس، ده لو انت عايز تصدره اي اف سي. تمام. دي برضه ممكن ما تلاقيش عندك، ممكن لو دخلت على المدونه اللي هي ماوس البيم، تبدا تلاقي الادوات دي تنزلها وتبدا تشغلها عادي. تمام. في دي ادنس زي الاثبات في الاوتوكاد، او الادنس في الريفت، بتديني شويه اضافات ببقى انا محتاجها. يعني مثلا ده بوينت كلاود، ممكن نكون مثلا عايز اعمل حاجات في كلاود، اسحبها على النت بيوفر عليه وقت. تمام. ده نظره سريعه على البرنامج. تمام. المهم بس ان احنا ما نستخدمش البرنامج دوت غير واحنا فاهمين البيم. تمام. لان مجرد ان احنا نبقى فاهمين البيم هيسهل علينا كتير، هيبقى فاهمين ان احنا عايزين نعمل حاجه تدينا معلومات كتير قوي، توفر علينا وقت، مش مجرد ان احنا بنعمل نموذج اوريه اللي نعمله خلاص. لا، ده انا عايز في اي وقت عايز اي معلومه اعرفها. يعني انا عايز دلوقتي لما اعمل جدول زمني، تمام، يعني هنا جدول زمني دوت، مش مجرد ان انا اتمنظر بقى على اصحابي، لا، ده انا عايز اعرف ايه قبل ايه، وعايز اقول له مثلا في التاريخ ده لو عددت كذا هيحصل ايه. تمام. فعايز كل المعلومات اللي تسهل عليا الشغل، بحيث ان انا ما اضطرش وانا بعد ما اشتغلت حاجه اهدها وارسمها تاني. البيم معمول على اساس ان انا اقلل الخسائر بتاعتي، اقلل ان انا اعمل صاج وبعد شويه الاقيه خبط في عمود في كاميرا، فاضطر ان انا اهده عشان اعمل حاجه تانيه. تمام. فلازم الاول نكون مخططين وفاهمين ايه قبل ايه وايه بعد ايه، فنبقى فاهمين بيم. لما تبقى فاهم بيم هتسهل عليك كتير قوي جدا. وان شاء الله المحاضرات الجايه هتبدا تبقى منظمه اكتر من ديت، لان احنا دي كانت بس مجرد نظره عامه على البرنامج، نعرف الناس على البرنامج، بنقول لهم فلان فلاني اهلا وسهلا فلان فلاني، بنبدا نتعرف، هو بيتعرف عليك وانت بتتعرف على البرنامج. وبعد كده ان شاء الله تكون محاضره مثلا مخصصه في الربط بالجدول الزمني، محاضره في الحصر، محاضره في، يعني كل محاضره تبقى مخصصه بموضوع معين. وشكرا لكم عمر سليم.